رائعة النهارده. ينضم الينا الان دكتور محمد سراج، عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس اللجنه العليا المنظمه. دكتور محمد، برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. تنظيم اكثر من رائع، ببارك لك على الفوز النهارده. النادي الاهلي في النهائي، تقول ايه على المباراه الرائعه النهارده؟ لا الحمد لله، والله يعني ربنا كريم وربنا وفقهم النهارده. هم الاهلي بصراحه يعني مباراه هايله بروح كبيره جدا، وكان باين من اول دقيقه تركيزهم وروح العاليه قوي اللي لعبوا بيها روح النادي الاهلي. وطبعا يعني عايزين نشكرهم وهم واللاعبات طبعا والجهاز الفني والجمهور العظيم، يعني اللي هو كان فعلا دايما بيبقى ليه الافضليه، ودايما هو اللي بيغير نتيجه اي مباراه بمساندته بدعمه، بيقلب نتيجه اي ماتش بالدعم ده. فالحمد لله يعني كله كان هايل النهارده الحمد لله. شفناك النهارده الشوط الثالث والرابع تسقيف وتشجيع، النهارده روح حماسيه، تحولت النهارده لمشجع دكتور محمد سراج. هو طبعا يعني احنا قبل ما نكون يعني في مجلس اداره احنا مشجعين ومحبين النادي الاهلي من الاول يعني. فطبعا الواحد بيتفاعل اكيد يعني مع الجمهور ومع التعب بتاع البنات ومع الروح اللي موجوده، سواء من الجمهور او من اعضاء اللي قاعدين، ما شاء الله كانوا مالين المدرج كله يعني. بنشكرهم جدا على الحضور، كله كان متفاعل والواحد طبعا لازم بيتفاعل معاهم يعني. دكتور محمد، اوفيتوا بكل العهود، تنظيم اكثر من رائع النهارده، جميع البعثات والوفود المشاركه بالبطوله بتشيد بتنظيم النادي الاهلي لاسيما، وان النادي الاهلي ليس بجديد على تنظيم البطولات الافريقيه الكبرى. طمنا على كواليس حفل الختام. لا ان شاء الله باذن الله. لا احنا عاملين حاجه بسيطه يعني، مش عملنا طبعا الحفله في الافتتاح، لكن الختام بالنسبه لنا هيبقى موضوع عادي يعني. التسليم ان شاء الله كويس، يا رب يكون من نصيب النادي الاهلي، وان شاء الله يعني يبقى حاجه بسيطه جدا يعني. ويحضر بقى كل الناس، تكون رب الصاله تكون مليانه كلها. نتمنى الجهات الامنيه يعني باذن الله، هم متعاونين معنا بصراحه جدا وحابين نشكرهم، وكل يوم الاعداد بتزيد والولاد يعني ما شاء الله ملتزمين. فطبعا بنشهدهم يا رب النهائي بقى، نبقى يعني نزود الدنيا ونفتح الدنيا على اولادنا شويه، عشان يعني البطوله دي لمصر في الاخر قبل ما تبقى للنادي الاهلي يعني. واكيد الكابتن خالد بينقل لك، كابتن خالد العوضي بينقل لك تحياته في الاستوديو. واكيد حابب يسالك كابتن خالد، لو حابب النهارده تسال دكتور محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي سؤال، تفضل. دكتور محمد سراج، طبعا اكيد بنشكرك على التنظيم وبنشكر كل القائمين على التنظيم، لكن قول لي النهارده اكيد هتجتمع مع سيدات النادي الاهلي، هتقول لهم ايه بعد المقابله دي، وهتحفزهم ازاي للمباراه النهائيه ان شاء الله باذن الله؟ كابتن خالد العوضي بينقل لحضرتك تحياته على التنظيم الاكثر من رائع. اكيد النهارده هتقعد مع لاعبات النادي الاهلي تحفزهم، ايه اللي هتقدر تقوله لهم النهارده تحفيز وتشجيع من اجل المباراه النهائيه؟ لا والله احنا النهارده انا كلمتهم بعد الماتش، باركت لهم يعني على الروح العاليه بتاعتهم. عندنا باذن الله كمان شويه حفل طبعا تسليم وتبادل الدروع والهدايا مع كل الفرق، عاملينه في مركب الفرعون النيل. طبعا حاجه برضو ان انت بتشجع السياحه يعني كمركب نيليه يعني، كل الفرق تبقى موجوده واتحاد الافريقي معانا فيها. فباذن الله يعني ان شاء الله يعني يكون لي قاعده معاهم بكره باذن الله يعني قبل الفاينل يوم الاثنين ان شاء الله، نقعد معاهم. وهم يعني هم ما شاء الله يعني هم دايما عندهم الروح والحماس فباذن الله بكره نشجعهم. وتحياتي طبعا لكابتن خالد، هو يعني كان معانا في البطوله دي من اول يوم بصراحه، وساندنا وساعدنا في حاجات كتير جدا في البطوله دي، فانا حابب اشكره ووشه حلو علينا كده، وان شاء الله تكمل بالخير رب ان شاء الله. نشكرك شكرا جزيلا وبالتوفيق في النهائي ان شاء الله، والنجم العاشر يكون من نصيب النادي الاهلي. يا رب يا رب ان شاء الله ان شاء الله. شكرا. مستمرين في تغطيتنا الخاصه والخاصه جدا، واداء وروح قتاليه النهارده من لاعبات النادي الاهلي. ينضم الينا احد اللاعبات المتالقات النهارده، رنا.